إذن مشاهدينا، هذا الملف نفتحه بشكل أوسع مع ضيفي هنا في الاستوديو، الأستاذ غالب الدعمي المحلل السياسي. مرحبا بك أستاذ غالب. فيما ينضم إلي من أدهوك مباشرة النائب عن الحزب الديمقراطي الكردستاني السيد ماجد شنقالي، والذي سأبدأ معه حواري. سيد شنقالي، مرحبا بك. يعني على ما يبدو أن مسألة حسم موضوع رئيس الجمهورية ستكون للأغلبية للجلسة نفسها في شباط المقبل، على اعتبار أن لا اتفاق كردي حتى الآن لا على السيد برهم صالح ولا على السيد زيباري. في البداية تحية طيبة لك أستاذ علي ولضيفك الكريم ولجمهوركم الكرام. في الواقع ترشيح السيد هوشيار زيباري هو ترشيح واضح، وهو ليس كضغط سياسي ولا فني ولا أي ضغط على الاتحاد الوطني لسحب مرشحين. نحن قد رشحنا السيد زيباري لأننا نرى في الحزب الديمقراطي الكردستاني أن منصب رئيس الجمهورية هو منصب للمكون الكردي وليس مسجل باسم حزب معين، وهو ليس منصب حزبي. وهم تولوا رئاسة الوزراء منذ عام 2005 ولغاية عام 2021، ونالنا الحق اليوم في أيضا أن يكون لنا مرشح نذهب به ليكون رئيسا للجمهورية، خاصة وأن سيناريو المرشح الفردي تحقق في عام 2018 أيضا، وفاز السيد برهم صالح بأغلبية الأصوات داخل البرلمان، ولم يقتنعوا بأن يكون التصويت بالكتل الكردية حينها، قالوا فقط نذهب إلى البرلمان ومن يصوت له هو يصبح رئيس الجمهورية. نحن أيضا اليوم نقول بأننا حاولنا كثيرا مع الاتحاد الوطني أن نكون ككتلة موحدة في بغداد، اتفقنا على ورقة تفاوضية على تشكيل لجان، ولكن في الجلسة الأولى حقيقة تبين بأن الاتحاد الوطني لديه تعهدات سابقة، قرار سياسي مسبق، ولم يأتوا ويصوتوا على هيئة رئاسة مجلس النواب. طيب سيد شنقالي، هذا يعني أن سيناريو 2018 بات الأقرب إلى الجلسة المقبلة، بمعنى أنه سيتكرر وأن التصويت داخل قاعة مجلس النواب هي من ستحسم مقعد رئيس الجمهورية لمن؟ يعني في الواقع نحن ككرد حاولنا جميعا، الحزب الديمقراطي والاتحاد الوطني، أن لا يتكرر سيناريو 2018، ولكن لحد هذه اللحظة المرجح أن يكون سيناريو 2018 هو يتكرر مرة أخرى، ونحن جاهزين لخوض هذا الانتخابات وهذا التصويت إلى النهاية، ونحن ضامنين فوز السيد هوشيار زيباري بحكم الاتفاقات مع الأخوة في الكتلة الصدرية وتقدم وعزم، وأيضا لدينا الكثير من النواب الآخرين الذين سينضمون للتصويت معنا في حال الذهاب بهذا السيناريو. واضح سيد شنقالي، ابقى معي. أعود إلى ضيفي هنا في الاستوديو الأستاذ غالب الدعمي، مرحبا بك مرة أخرى أستاذ غالب. يعني لا تغيير يعني للمشهد بين ما يجري في البيت الكردي عما يجري في البيت الشيعي، لا يزال الخلاف وسيد الموقف. إلى أين وصلنا، خصوصا أن الجلسة تقترب مع دعني أسميها تداعيات جلسة المحكمة يعني يوم أمس؟ شكرا جزيلا، تحية لك ولجمهور قناتكم ولضيفك الكريم. كل شيء يسير وفق ما مخطط له، حكومة أغلبية ما ذكره السيد النائب في كردستان يصب في الأغلبية السياسية التي دعا لها التيار الصدري، وهذا واضح. المحكمة الاتحادية سواء أوقفت القرار، أوقفت الجلسة، أوقفت شرعيتها أو لم توقفها، فالعملية ماضية، لأن إذا عيدت الانتخابات مرة أخرى فإن هيئة الرئاسة ستفوز كما هي وبأصوات أكثر، وهذا إيجابي نحو بناء بيت العراق الأكبر بعيدا عن البيوتات المكوناتية والمذهبية. طيب يعني من خلال ما تفضل به السيد ماجد شنقالي، قال أن هناك اتفاقات بين يعني الحزب الديمقراطي وبين عزم وتقدم وبين الكتلة الصدرية، هذا يشير ضمنا طبعا إلى أن الاتفاق أفضل إلى وصول السيد الحلبوسي إلى رئاسة مجلس النواب، وسيوصل السيد زيباري إلى رئاسة الجمهورية، ويعني أيضا أن مرشح الكتلة الصدرية لرئاسة الوزراء أيضا سيصل، وهو بالتالي جاهز ومتفق عليه. لا مرشح سيصل إلى رئاسة الجمهورية أو رئاسة الوزراء دون موافقة السيد مسعود البرزاني والسيد الصدر. طيب، مرشح رئاسة الوزراء سيكون من الحنانة وبتوقيعها لا غير. طيب، ومرشح رئاسة الوزراء أيضا سيكون من الحزب الديمقراطي في حالة عدم الاتفاق مع الاتحاد
على ملفات أخرى غير رئاسة الجمهورية. طيب من هو مرشح الحنانة إلى الآن على الأقل الأسماء المطروحة؟ ليس من السهل ليس من السهل، هناك سيناريوهات عدة، هناك حراك باتجاه سحب جزء من الإطار التنسيقي إلى التيار الصدري. إذا ما تمت هذه الصفقة فإن الاسم سيتغير، وإذا بقي التيار الصدري كما هو بدون أي طرف من الفعاليات سيكون مرشحا آخر. لا نريد أن نسبق الأحداث، ولكن أعتقد أن التيار الصدري يمتلك من الشخصيات من الفسطاط الإصلاح إذا صح التعبير، أو من شخص توافقي ربما يكون أكثر في علاقات الخارجية والإقليمية، وأيضا يحظى برضا التحالف الكردستاني والتحالف السني. طيب الأسماء التي طرحت، السيد العبادية، السيد الكاظمي، كلها يعني مجرد أسماء أم هي فعلا تم مناقشتها؟ لا، هو شوف، بعض الأسماء طرحت لأجل أن تحرق. السيد العبادي لا يحظى بالإطار التنسيقي، وربما هو مقبول من تيار الصدري أو تحديدا من السيد مقتدى الصدر كونه مر بتجربة جيدة لم تحصل فيها مشاكسات. السيد الكاظمي ما زال مطروحا واحد خيارات تيار الصدري، ولكن هناك خيار آخر وفق المعادلة التي ذكرتها قبل قليل قد يكون من فسطاط الإصلاح مرشح رئاسة الوزراء للمرحلة المقبلة. وشخصيات تيار الصدر كثير، ربما ما تداوله الإعلام رئيس الوزراء لن يكون منهم، قد يكون ما زال في مخيلة السيد مقتدى الصدر قد يطرحه في اللحظة الأخيرة، والذي يقول لك إن رئيس الوزراء فلان بالتحديد فإنه جانب الحقيقة، لأن ما تفكر به الحنانة الآن غير ما يقول ويذكر الإعلام بشكل دائم. طيب اسمح لي أعود مرة أخرى مباشرة إلى دهوك مع الدكتور ماجد شنقالي. دكتور ماجد، يعني رغم اعتراضات يعني المكونات العربية والتركمانية في كركوك إلا أن هناك من يرى أو يعني يأخذ عرفا أن منصب رئيس الجمهورية سيكون بمقابل منصب محافظ كركوك للحزب الآخر، أقصد الحزبين الكرديين. هل من الممكن أن تكون هذه هي بوابة الاتفاق بين الاتحاد والديمقراطي الكردستاني؟ حقيقة منصب محافظ كركوك منصب مهم بالنسبة للكرد، وهذه أحقية. نحن لدينا اليوم نصف مقاعد كركوك في مجلس النواب، إذا من يستحق منصب المحافظ هم الكرد، وبالتأكيد هذا سيحصل مرة أخرى بالتفاهم والحوار مع الاتحاد الوطني. قد يكون ما ذكرته صحيح، ولكن أعتقد لحد الآن السيناريوهات والتفاهمات كلها متعلقة بالأولويات المتعلقة بالورقة التفاوضية ومن ثم منصب رئيس الجمهورية. وأعتقد لحد الآن في الورقة التفاوضية وصلنا إلى حالة من الوحدة حول هذه المطالب، ولكن منصب رئيس الجمهورية لدينا خلاف كبير مع الاتحاد الوطني. وأعتقد كما قلت لك قبل قليل، لحد الآن سيناريو 2018 قد يتكرر مرة أخرى، وقلت لك بأن ترشيح السيد زيباري هناك من يقول للضغط مسألة فنية لجعل الاتحاد الوطني يسحب ترشيحه، هذا أمر بعيد جدا عن الواقع. نحن رشحنا السيد هوشيار زيباري كخيار للذهاب به كرئيس للجمهورية في المرحلة المقبلة. طيب في حال مثلا مرر مجلس النواب أو الكتل التي تتفقون معها بالأغلبية السيد هوشيار زيباري لرئاسة الجمهورية، ألا تخشون أن يكون المرشح لمنصب رئاسة الوزراء شخص ربما غير مرغوب من قبلكم، بالتالي ستكونون مضطرين للتصويت عليها على اعتبار الاتفاق الذي نفذ الجزء الأساسي منه فيما يتعلق برئاسة الجمهورية؟ نعم، نحن لدينا تفاهمات مع الأخوة في الكتلة الصدرية وأيضا مع الأخوة السنة أن يكون هناك توافق وقبول بشأن المرشحين لرئاسة الوزراء، مع أن منصب رئيس الوزراء هو خيار شيعي ونحن لا نتدخل فيه، ونتمنى بأن يكون هناك نوع من التفاهم بين الكتلة الصدرية وجزء من الإطار التنسيقي الشيعي ليأتوا لتشكيل الحكومة المقبلة. طيب، لأن نرى حتى بأن الكتلة الصدرية وسماحة السيد الصدر لديه رغبة في أن يضم أجزاء من الإطار التنسيقي الشيعي للحكومة المقبلة، ولكن لحد الآن هذا لم يحصل، مع اعتقادي ووجهة نظري بأن هذا يحصل بشكل كبير في الأيام المقبلة، جزء من الإطار سيشترك في الحكومة المقبلة. طيب السيد ماجد، يعني إذا ما قلت لك أن البعض يرى أن جملة أن رئاسة الوزراء خيار شيعي لا دخل لكم به هي إسقاط لفرضية أن رئاسة الجمهورية هي خيار سني لا دخل لأحد به، هل يمكن القبول
بهذه الفرضية؟ بالتأكيد اليوم يعني أنا أحد الإشكالات التي كنا نشكلها على إطار التنسيق الشيعي كانوا يريدون التدخل في الخيار السني لاختيار رئيس مجلس النواب. 64 نائب جاءوا باسم السيد الحلبوسي وهم كانوا رافضين للسيد الحلبوسي. استحقاق الأخوة السنة هو رئيس مجلس النواب، هم جاءوا بهذه الأغلبية ونحن توافقنا عليها مع الكتلة السرية وتم تمريره. هناك انتقادات لأداء السيد الحلبوسي غيرها من الأمور، ولكن هناك مكون لديه نواب ممثلين، حتى لو لم يكونوا ممثلين لكل السنة لأن نسبة المشاركة لا تمثل كل الشعب العراقي، ولكن هذا خيار ممثليهم. أيضا اليوم الكرد لديهم خيار أن يكون رئيس جمهورية منهم، نحن لم نتوافق، نأتي إلى مجلس النواب بسيناريو 2018 بمرشحين حينها التحالفات هي من ستمرر. واضح واضح، يعني واثق جدا حضرتك من مسألة التوافقات على اعتبار أن اتفاقاتكم ستفضي إلى تمرير السيد زيباري، ولكن السؤال هنا هل يجب علي أن يعني أذهب إلى فرضية أنكم لا تعرفون إلى الآن ككرد كالحزب الديمقراطي لا تعرفون من هو المرشح أو من هم المرشحون الأساسيون لمنصب رئاسة الوزراء حتى الآن؟ لا بالتأكيد، ما قاله الأستاذ غالب أنا أدعمه. هناك خيارات عديدة، لو مثلا اليوم الكتلة الصدرية وحدها ذهبت قد يكون خيار محدد، لو جاء جزء من الإطار التنسيقي قد يتغير هذا الخيار ويصبح نوع من التوافق بين ذلك جزء من الإطار والكتلة الصدرية، وهذا أمر وارد. لذلك الأسماء كثيرة، ما يعرض أحيانا للحرق وهناك مرشحين كثر، ولكن بالتأكيد سواء كان في 8 شباط أو قبلها عند اختيار رئيس الجمهورية لن يتأخر الاسم كثيرا، قد يكون في نفس الليلة أو قد يكون بعده بيوم أو يومين يعرض الاسم ويكلف رئيس الجمهورية رئيس الوزراء المرشح من قبل الأخوة في الكتلة الصدرية والخيار الشيعي ككل. واضح دكتور، اسمح لي أعود مرة أخرى لضيفي هنا في الاستوديو أستاذ غالب. يعني سأعود إلى تغريدة السيد العذاري التي أشار فيه إلى جلسة مجلس النواب جمدت أو حوربت لأنها كانت عراقية. هل ما جرى في هذه الجلسة هو مختلف عن أولى الجلسات في كل دورة برلمانية؟ ما هو ضمن ذات السيناريو، ذات الآليات، ذات الاعتراضات والاختلافات؟ هو شاب بعض الاختلافات، لكن يقيناً أنه أفضل بكثير من أي انتخابات أخرى، وحتى هذه الانتخابات التي جرت يوم 10/10 كانت الأفضل برأي الخبراء المتحدة المشاركين، الجميع المفوضية كانت ناجحة جدا في إدارتها متميزة، لذلك حصل عليه اعتراف في عام 2018، كان هناك تزوير واضح وبالاعتراف رئيس الوزراء في حينها، ولكنهم قبلوا بها وزعوا المغانم فيما بينهم. الآن يبدو أن الانتخابات أفضت إلى نتائج حقيقية بنسبة عالية جدا، لذلك اعترض عليها. ومخرجات هذه الانتخابات كانت لصالح أن تكون هيئة رئاسة بغض النظر عن الأسماء وبغض النظر هل هم حصلوا على موافقة جهات سياسية ما، ولكن طريقة الانتخاب كانت متميزة إلى حد ما ووفق القانون، وهذا حتى في التعليم عندنا وفي القضاء، حينما يكون رئيس الجلسة مرشحا لا يصح أن يكون رئيسا، يشعر بالحرج ويبتعد، هكذا تعلمنا نحن في التعليم العالي، لا يصح أن يكون ابني أو أخي في الدرس الذي أنا أعطيه وأمتحنه، يجب أن أبتعد أتنحى، هكذا القانون يقول. لذلك نحن نرى أن هذه الجلسة كانت متميزة فعلا، عراقية بإرادة عراقية باختيار عراقية بأغلبية عراقية وحقيقة لصالح الجمهور. جربنا من 2003 لغاية اليوم حكومة التوافق والمغانم، لا أحد يقول أنا الفاشل، الجميع يقولون نحن فلان، هذه الكتلة هي التي فشلت. الآن الأغلبية واضحة بعنوان واحد وبجبهة واحدة، حينما تخسر هي تتحمل. جميل جدا. قد يسألك سائل مشاهد الآن يقول ما التغيير إذا كان رئيس مجلس النواب هو السيد محمد الحلبوسي وسيكون رئيس الجمهورية إما السيد برهم صالح أو السيد هوشار زيباري، وقد يكون المرشح أو المنصب في رئاسة الوزراء لاسم أيضا مطروح، كيف لي أن أقول أن هناك اختلاف؟ ولدت أنا أرى نبيه بري رئيس البرلمان الإيراني اللبناني عفوا، ولدت أنا أرى رئيس برلمان متكرر في بريطانيا وفي دول عديدة، ما المانع؟ الديمقراطية التي
هم صوتوا عليها في الدستور العراقي أفضت إلى هذا الأمر. لا مانع من تكرار الرئاسة مرة واثنين وثلاثة، لا مانع من تكرار رئاسة الوزراء. وحينما كرر السيد نور المالكي في الدورة الثانية لم يعترض أحد، وحينما اعترض على السيد المالكي في الولاية الثالثة صح من صح واعترض لماذا لا تكرر الولاية الثالثة. إذن القضية ليس تبعيض، القضية خيار ديمقراطي يختاره النواب الذين أعطاهم القوة الشعب العراقي. فالسيد الحلبوسي هو خيار السنة، كما سيكون رئيس الوزراء خيار الشيعة، ورئيس البر الجمهورية خيار الكرد. هكذا الاتفاق وهكذا ما تعلمناه ضمن الديمقراطية التوافقية. طيب، هذا الذي الآن يجري في المشهد العراقي السياسي. طيب إذن يعني الآن خلاصة ما يجري في البيت الشيعي يمكن أن نحصره بأن هناك محاولة من التيار الصدري لاستقطاب ما يمكن استقطابه من المرغوب بهم من داخل الإطار التنسيقي. شوف، سأقول لك شيئا وهذه معلومة، أن الإطار التنسيقي جزء من الإطار التنسيقي إن لم يلتحق مع حكومة السيد الصدري في حكومة الصدر هذه المرة سيلتحق بعد تشكيلها، وهذا مؤكد. والإطار التنسيقي لم يبقى إطارا لأنه ليس كتلة، صحيح، هو تفاهمات ومجموعات مختلفة متناقضة، فيه بعض المفعاليات هي أقرب للتيار من قربها لبعضها في الإطار التنسيقي. لذلك المؤمل أنه كثير من الإطار التنسيقي من فعاليات ونوابه بشكل خاص سيلتحقون بالتيار الصدري قبل أو بعد الحكومة. واضح. شكرا لك المحلل السياسي الأستاذ غالب الدعمي، كنت ضيفا هنا في هذه النشرة. ومن دهوك أيضا أشكر الدكتور ماجد شنغالي النائب عن حزب الديمقراطي الكردستاني. شكرا لكم.